يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، فما معنى هذا القسم؟ أنا كما درست أن تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وتنزهه عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. هذا معنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.